الطالبات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في درس جديد من دروس النهاردة. معاكم عادل بسيوني، مستمرين مع كتاب المعاصر، والنهاردة بدايتنا في يونت 2. It's my favorite subject، إنها مادتي المفضلة. والبداية وبإذن الله من بيج 81، صفحة 81، وراه على طول السؤال الأول واللي بيقول choose the correct answer، اختر الإجابة الصحيحة. We have 7، عندنا 7 on the school day، في اليوم الدراسي. طبعا عندنا ايه؟ 7 حصص، فاقول 7 lessons. Some pupils study، بعض الطلاب او التلاميذ يدرسون، to make some shows، علشان يعرضوا او يدرسوا او يعرفوا ازاي يعملوا العروض. فهنا ده بدرسوا فين؟ في مادة الدراما. You can know everything about countries، تعرف كل شيء عن البلاد. countries يعني البلاد، seas والبحار، and rivers والانهار. In class، in a social studies class، في الدراسات الاجتماعية. social studies يعني الدراسات الاجتماعية. we know it is time for، حان وقت، the next lesson، بنعرف بداية الدرس الثاني. when we hear، عندما نسمع، the school bell، the school bell يعني جرس المدرسة، ringing يرن. at break، في الفسحة، I play games، بلعب ألعاب، with my friends in the playground، بنلعب فين في الفسحة؟ في البلاي جراوند، في الفناء أو أرض الملعب. on a weekend، I visit my grandmother، دايما بنزور جدتنا في الويك اند. فطبعا دي بتبقى on a typical، وtypical يعني نموذجي أو نمطي، وكلمة نموذجي أو نمطي يعني بيحصل فيه نفس الإيه؟ الأشياء. Can I look at the، ممكن أبص على، to know، علشان أعرف، the time of the English lesson، وقت حصة الإنجليزي. وبالتالي أنا هبص فين يا شباب؟ هبص في التايم تيبل، جدول المواعيد. دينا swimming on Thursday and Saturdays، طبعا دينا go، يبقى مع دينا مفرد فهقول goes. وطبعا عندي go swimming، يذهب للسباحة، go shopping، يذهب للتسوق، go diving، يذهب للغوص. is the subject، هي المادة، of how to learn numbers، بتعلمنا عن الأرقام. طبعا دي مادة الرياضيات وهقول عليها ماس. I go to school at 7:15، quarter to 7 يعني الساعة 7:15. is the subject that helps us، بتساعدنا، how to use the internet، ازاي نستخدم الانترنت. طبعا دي في مادة الحاسب الآلي، وبالتالي اسمها ايه؟ computer studies، الحاسب الآلي. is the time at school، وقت في المدرسة، when you do not have lessons، ما عندكش فيه اي حصص، فده وقت الايه؟ وقت الراحة، اللي هو break time. is a place where you can borrow books، تستعير، or read books، او تشتري او تقرأ في الكتب. طبعا ده library، هي المكتبة. my uncle me to school yesterday، my uncle drove me، ويعني لما اقول drove me يعني وصلني بالعربية، وصلني بالعربية يعني drove me، وخدناها في صيغة الماضي علشان yesterday. Mona was late، she had to go to school a taxi. طبعا وسائل المواصلات يا شباب بتاخد حرف الجر باي، فالمفروض هنا اقول باي تاكسي، بس في يقول لي بقى اذا فصل فاصل ما بين الوسيله وحرف الجر خلاص بناخد ان، خلاص يبقى كده هختار اون. ما عدا مع 4 وسائل، تاكسي وكار وكانو وهليكوبتر، بقول ان، يبقى ان ا تاكسي. when I home I go my I have my lunch، when I get home، وجيت هنا معناها يصل، وجيت هنا معناها ايه؟ يصل. وصلنا معاكم لصفحة 87، 87، وما زال السؤال choose the correct answer، اختر الإجابة الصحيحة. they to the supermarket on weekends، في الأجازات بيروح السوبر ماركت. خلي بالك هنا هو بيلعب على الكلمات الدالة، وعندنا قاعدة استخدمناها، قلنا الكلمات الدالة تأتي قبل الفعل. كلمات الدالة على المضارع البسيط تأتي قبل الفعل، ما عدا بي تيجي بعديه، ما عدا بي تيجي بعديه، يبقى الكلمات الدالة تأتي قبل الإيه؟ قبل الفعل. أقول usually go، usually do، usually walk، usually have، usually play، لكن مع verb to be اللي هي am و is و are بتيجي بعديه. أقول is usually، am usually، are usually، تمام كده. يبقى هنا هقول usually والفعل مع زي ما فيهوش is، يبقى هقول usually go. طيب في هنا usually go؟ لا مفيش usually go، يبقى never go. How do you get up at
6:30 a.m. قال له always، دايما دايما. يعني يقول له كم مره بتصحى الساعه 6:30؟ كم مره يعني how often، how often، كم مره. we go to school on Fridays، عمرنا بنروح يوم Fridays يعني الجمعة، ف we never go to school on Fridays. ومن بيج 88 مكملين، we speak English during our English lesson، we always دايما بنتكلم English. we go to the beach in winter، it is too cold، الجو برد قوي، يبقى we never go، عمرنا ما روحنا في الشتاء. which lesson after home economics، بعد الاقتصاد المنزلي، on Sunday. which lesson is after، بيكون بعد. هالة goes to school early، بتروح المدرسة بدري، she never comes late، عمرها ما تيجي متأخر، يبقى always دايما بتيجي بدري. أشرف always travels on a train، بيسافر بالقطر. this means he travels by plane، يبقى he never travels by plane، عمره ما سافر بالطيارة. سلمى gets 10 out of 10، جابت 10 من 10. she always studies her lesson very well، هي دايما بتذاكر جيدا، ليه؟ لأنها جابت 10 من 10. how often does he، ليه قلت does he؟ علشان ايه بحط الفعل اس، ولما حذف الاس يبقى اكيد في does عشان تحذف الاس. عشان نروح للسؤال الثاني واللي بيقول read and correct the underlined word، اقرا وصحح ما تحته خط. Dina always goes swimming، she goes swimming on Thursday and Saturday، بتروح بس يومين في الأسبوع. يومين في الأسبوع يبقى مش هينفع always ولا usually ولا often، أمال إيه الكلام؟ هيبقى sometimes. يعني إيه sometimes يا شباب؟ يعني أحيانا، مش هينفع always، هتبقى sometimes. we both get up in 6:30، 6:30 طب دي ساعة، والساعات بتاخد at، والساعات بتاخد at، فأقول at 6:30. my father travels always by plane، لا قلنا ان الكلمة الدالة بتيجي قبل الفعل، وبالتالي هقول always travel. they never walks، يا باشا هنا زي جمع ما بحطش اس، فاقول walk. ساره اند منى هما اتنين جمع، ار اولويز، لان قلنا الكلمات الداله تيجي قبل الفعل ما عدا فيرب تو بي تيجي بعديه، ما عدا فيرب تو بي تيجي بعديه. طب فين يا مستر فيرب تو بي؟ يا باشا اهو ار، يبقى ار اولويز. هي ايتس نيفر، لا هي نيفر ايتس. When do you eat vegetables؟ قال له twice، twice دي يعني مرتين. طب يا شباب ما احنا قلنا مرة ومرتين وثلاث مرات، أو usually أو always، بيسأل عن كم مرة، فهقول إيه؟ how often. how often معناها كم مرة. وسريعا نروح على بيج 89، صفحة 89، وتحديدا general exercise on lesson 1 and 2، التمرين على lesson 1 and 2. والسؤال بيقول complete the following dialogue، أكمل هذا الحوار. Heidi and Nada are talking about school timetable، بيتكلموا عن جدول الإيه؟ المدرسة. فهايدي قالت إيه؟ What's your favorite subject؟ إيه مادتك المفضلة؟ فقالت لها I like math. أنا بحب الرياضة. And you، وأنتي؟ قالت لها social studies، الدراسات الاجتماعية. فقالت لها do you have an English lesson tomorrow، عندك إنجليزي بكرة؟ فقالت لها yes we do، عندنا. it's after science، بعد مادة الإيه؟ العلوم. the science lesson starts at 10، يبقى تقول لها العلوم ده يبدأ الساعة كام؟ يبقى what time، أو ممكن تقول لها when، الاتنين زي بعض. when does the science lesson start؟ فقالت لها الساعة 10. فقالت لها what is your favorite day؟ طب ايه هو يومك المفضل؟ فقالت لها is today، هو النهارده، we have math and PE
and you what about you وانتي ايه اخبارك فقلت لها it's Wednesday انا بفضل الاربعاء Wednesday is cool رائع جدا too ايضا علشان يا شباب اسيب لك في الهوم ورك السؤال الثاني سؤال الفقره ولو عندك فيه اي مشاكل اتكلمني في التعليقات السؤال الثاني الثالث واللي موجود في بيج 90 صفحه 90 the subject for learning about cooking بنتعلم فيه عن الطهي and skills for home وحاجات بتفيدنا في البيت is called home economics الاقتصاد المنزلي home economics is the subject for learning about what people believe معتقدات الناس طبعا ده religion الدين حصة الايه الدين yesterday was a day for me it was the same as every day زي كل يوم فده typical day يوم نمطي او نموذجي is the time when you don't have lessons الوقت اللي ما عندكش فيه اي حاجة فده اسمه البريك الفسحة do you get up early on holidays قالوا never ولا مرة يبقى how often كم مرة قبلين fast قبلين is always fast كما اقول always is مش انت قلت الكلمات الدالة بتيجي قبل الفعل ما عدا verb to be تيجي بعديه ما عدا verb to be تيجي بعديه we learn about acting نتعلم عن التمثيل في الدراما what does school start قالوا 8 o'clock at 8 a.m. يبقى what time صح what time ما الوقت Arabic is the main of the Arab countries, the main language. Main language يعني اللغة الأساسية. Do you often your friends? Do you often visit your friends? علشان نروح على السؤال الرابع واللي بيقول read and correct other language. اقرأ وصحح ما تحته خط. Angie and Amal الاثنين دول جمع يا شباب فأقول have. لأنه Angie وأمل زي. How many do you watch TV? Allo sometimes. يبقى how often? كم مرة? He does usually. لا هقول usually does. They play in the club. They play in the club. بيلعبوا في النادي every day. They never go to the club. They always. هم دايما مش بيلعبوا كل يوم. يبقى دايما بيروحوا. They always go to the club. أشكر لكم طيب المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.